أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: توفيت عمتي قبل تقسيم الميراث، فهل لابنها أن يطالب بميراث والدته؟ توفيت إيه؟ توفيت عمتي قبل تقسيم الميراث، فهل لابنها أن يطالب بميراث والدته؟ إيه نعم، موتها ما يسقط حقها من الميراث. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.